السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. عاجل، التعليم تعلن فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمنحة المجانية على الكليات الأهلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس اليوم فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمنحة المجانية على الكليات الأهلية. وقالت الوزارة في بيان أن وزير التعليم العالي قصيد سهيل وافق على فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة للمنحة الطبية المجانية على الكليات الأهلية للعام الدراسي 2019-2020. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الوزارة فتح التقديم على الجامعات والكليات الأهلية للدراستين الصباحية والمسائية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي لكم والموفقية إن شاء الله. أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.